صباح الخير من صوت الشعب. حديثنا اليوم مع زياد الرحباني بلقاء مفتوح على الهواء، لقاء بده يتناول مواضيع شتى تراكمت وتزايدت وتفاءمت وتورمت بأحيان. وعزز احتجاب زياد الرحباني بالسنتين الأخيرتين من تكدس هذه المواضيع التي تفاعلت أحيانا حتى فيما بينها. فسمعنا أخبارا عن زياد المدمن، زياد السكري، زياد الحشاش، المريض بأمراض مشبوهة وبأحيان حتى ما يقوس منها. أوريانجي. أيوة الشمام، نسيت هذه المولة. ثم فجأة سمعنا تسريب أنه زياد الرحباني ممكن يترشح للانتخابات، وسبب هو المطفى. هو المطفى، وكانت ردود خذ النتيجة. هو لازم كل واحد يكون مطفى. هو نجاح عملوه مطفى كمان وما بيشرب الزلمة. كانت ردود فعل إذن من بعض الجهات بالسلطة، وخرج زياد ليقول أنه عم يتعرض لتهديدات ومضايقات خطرة، متهم واتهم بذلك جهات معينة. بنفس الوقت أطلقت إشاعة بلشت تقوى وتقوى وتقوى، مفادها أنه زياد الرحباني على فكرة بس أعلمنا القصص قالوا عم بهلوسة تماما، بدليل أنه صار بمرحلة الهلوسة التامة. عم تقطف الكلام من سنة زياد. طيب. مفادة انه زياد منسقين شوي قبل ما فتنا نحن. ايه انه منسقين مش نسبقنا يعني. لا هلا الفوضى بتبلش بعدين يعني. كيف البدايات ورود عقل. صممتنا. اذا سمعنا اشياء بلش تقوى وتقوى انه زياد الرحباني عم يخوت. الهدف اليوم زياد اذا هذا اللقاء المفتوح انه نفتح على كل هالمواضيع. اللقاء ايضا مفتوح على اتصالاتكم، اتصالات المستمعين اللي متلقاها بعد نهاية كل محور، يعني لما بنخلص من النقاش بمحور رح نفتح الاونتين. ورجاء خاص للمستمعين انه اذا السؤال ما بيتعلق بالمحور اللي كنا بعدنا عم نقشينه، الرجاء الافساح بالمجال للناس اللي عندهم سؤال حول المحور اللي انتهينا من نقاشه، لانه بالنهاية بعد في محاور كثيرة حتجي وكل واحد حيجي دوره يعني. إذا زياد الرحباني لما سألناك عن عنوان، بما أنه نحن محضرين شوي لهاللقاء، قلت فورا بقترح يكون وين هو التوك. فوين هو التوك؟ لا أنا ما قلت هيك، قلت أنه الهاجس الدائم هو التفتيش بكل الأعمال على التوك. شو التوك مين يعني؟ توكنا. أنا كنت عم بسألك على توك تاني اللي هو توك الحكي هالإشاعات كلياتها اللي عم تطلع عليك. هذا توك، هذا توك أطباع، هذا يعني من ضمن أطباع عمومية، يعني إنه قلة العمل بالنهار بتأدي للإنسان بده يعبي وقته. إحنا شعب مش شغيل أولا، فبس تفضي كتير شو عرضة لشو بصير للأكل والحكي على الباقيين والتفنيص واختراع الاخبار، يعني في كتير صفات. اذا فضي الواحد في كتير صفات حميدة ممكن يتمتع فيها اذا عاطل عن العمل يعني. طيب وشو فينا نقول موظف وعاطل، يعني موظف بالدولة او القطاع الخاص وعاطل عن العمل، واذا اشتغل بيكون عاطل بالعمل كمان، او احيانا بتتمني له يضل عاطل عن العمل يعني. هو بالعمل لا بعد ما عمل اللي لازم مفترض يعمله، بتقول يا ريته ما اشتغل وبقى عاطل عن العمل، بتلحن هذا. بس في ناس بتشتغل شغلان زياد مشان لا هي مينيموم ليقدر يعيش الواحد، هذا غير موضوع. طيب بس هودي الناس اللي بيشتغلوا شغلان مع شرط انه ما فيتقن ولا واحد من اثنين، ما فيتقن ولا واحد من اثنين الا ما يكون ما بعرف يعني وضعه، اذا بينام اذا بيعود بضاين، يعني بيبقى محدود يعني وضعه الصحي السليم محدود بعدد من سنين. طيب ما فينا نقول شيء للناس الطيبين اللي بحبوك اللي شغل بالهم عليك؟ المشكلة انه كل الناس طيبين على فيهم من بعضهم. طيب فينا نقول اذا فينا نتناول كل اشاعة وحدة ممكن نشرحها؟ اكيد. اول شيء زياد مريض شيء؟ مريض كثير، شيء بيمرض له. طيب وبالنسبة للموضوع الشم؟ يعني مشامم ريحة عاطلة من أحيان لأحيان، بس شامم مشامم. طيب وش هلا ما جاوبتي ما بتكفي يعني، خاصة مسموع كمان لو مرئي كمان يمكن شوي، يعني في بعض التفاصيل اللي بيشموا بلاحظوها بالوجه بيكون عندهم حظ يصدقوك أكثر يعني، مقنع أكثر بيكون شكل. ايه في شكل للعين تبع الشم يعني ومحيطة يعني.
طب فينا نقول للناس حتى للناس اللي ما بتعرف الشم؟ نعطيهم وصفات نطلع انه خبرة بالشم؟ لا يعني في كتب عن الموضوع. طيب في صور يعني عن الموضوع. الشرب شو قصته؟ شرب خضعت لكور؟ ما خضعت لشيء، انا قررت وقف لانه زدتها يعني. زدتها بالشرب؟ لاحظت هيك. وهلا وقفت؟ وقفت علشان نقدر نشرب عن جديد بس بشكل مدروس يعني. اذا وشرب مش كدواء، شرب مثل ما بيشربوه العالم عاده، لانه كان شرب عباره عن دواء او يعني الحل الوحيد لقوه الاحتمال ببيروت مثل ما هي. كان بيقدر الواحد يحل كلها بفيزا وهجره يعني. طيب لحظه، انت اللي عايشين برا مش بس انه قبل ما تفوتي بالكحول بتدخين نفسه، بدخنوا اقل منا اللبنانيين يعني. شيء وصل لهم بيزيد تدخينه. ايه مزبوط، هذا شيء مزبوط. في ناس بيكونوا ما بيدخنوا، وصل لهم فتره ما اجوا ببلش يدخنوا. إذا بعدنا بلقاء مفتوح مع زياد الرحباني، بس على ما يبدو سمعنا نشرة أخبار غير شكل. موجز. شو رأيكم هالموجز يكون على طول هيك؟ عندي تعليق بسيط. تفضل أستاذ وجدي شيا. على الحوار الأولاني حول زياد والشرب، يعني لو كنت عم بسمع مع المستمعين ومتابع زياد من بحلقاته أو بحواراته السابقة لحد هلا، من خلال صوته ما بيتبين لي في فرق انه هلا موقف الشرب او كان عم يشرب او في شيء مغير. بركي من خلال تركيزه. لا يعني معناتها لكن مركزين وقتها قصده يعني. يعني معناتها انه الناس يعني عادة بتحكم او حاكمة على زياد انه بيشرب وبيشم وكذا من خلال مسرحياته. مش كل الناس طبعا. يعني اللي يعني لو ما هو في حديث للناس ما كانش موضوع مطروح يعني. للناس اللي مهتمين. ايه انه في مثل بسيط يعني هلا صار يستعمل بيقول لك واحد مسطل. ايوه. حتى انسان بيبقى يعني متزمت دينيا بس انه بده يوصفه انه مش عم يستوعب او معلق على نفس الشغله بيقولوا مسطل. على كل حال كان ينقال هذا الحكي بمعرض ودي يعني. ايه انه مسطل يعني كثير رايق ومش عم يستوعب او يعني عم بفكر او عم يلمع. يعني انا برايي انا برايي انه اللي بدنا نوصل له او اللي بدك توصلي له انه زياد ما منه بهالموقع الاتهام، فلازم ينوصل للناس. ايه ما يعني على كل حال نحن حنرجع لنفس الموضوع. انا حسيت يعني ما وصل بالضبط. بدي اعطيك تفصيل اكثر. بتعرف انت مبلشت الاخبار بنزل السرور تحديدا. مظبوط. يعني بمشهد محدد. مشهد محدد على الكاسيت، ما اللي ما شافها ما بيعرف شيء، بيسمع ضحك متواصل عند دخول شخصية زكريا على المسرح. هو في عمليا بيكون عم بفك جرس، بيبقى حاطه الريسبشونيست قدامه بترن فيه اذا معجوق ليرد عليه. جرس عادي بس بيبقى له اطار بلاستيك او حديد، وراكب عليه جرس تكبس بنصه مدور، بيرن لتلفت له نظره. فبيرن ما بيلفت له نظره، عم ملي هو مع بياع بضاعة بالجيب، عم بيبيع شنطة يعني. ايه فبيرن مره بس وبتحول لانه اول مره شايفه عم بفكك وكله سوا يعني. بيرجع بيجي بلاقيه معجب فيه كاختراع، انه بعرف الجرس بيبقى معلق، شايف جرس فلته عم بفككه كله برغي يعني، انه وبكل جديه انه كيف مركبه. طيب ما بيهمك شيء انه يعني بالناس، وبس يوصل عليه بقول له بيعلق على الكم جمله اللي بفتكر في ناس حفظتهم اكثر مني، انه هون نزل السرور في بالمعنى، هون وفوق نزل السرور، هون وفوق انه المحل كله يعني. طيب وفي حال طلعت هذه في ناس عندها بطء استيعاب، عرفت كيف؟ تشبه كثير الناس اللي محششه. لا يعني اساسا في فن يعني في ناس محششه خلقها، في سردي في نوع من السرود بيسموه بالضبط، بيستعملوا يعني كلمه لحشيش. شارلي شابلن اذا بدك انا ما كنت ليه بدك تدافع؟ ما عرفت انه انت مش مضطر تدافع، في اشياء كثير عملتها. مش مضطر ابدا انا، يعني في اشياء كثير عملتها مش فارقه معي. يعني عباد في شغله، هو واحد مش مضطر تدافع لحد معين بس في مجتمعنا، بس بلشت تستعمل سلبا تجاهها بصير بدنا نعمل تيستات اذا بدهم. اولا بالشرب مين بيصمت، وبعدم الشرب مين بيصمت.
انه في تحول هيك باستعمال التعبير انه من حشاش بطريقه وديه لانه حشاش هذا يعني انه حتى باللهجه فيها تبين يعني بيكون مجرم الحشاش. ايوه ايوه صار زياد واللي له علاقه فيه يعني نحن بفتره كنا نسجل عند زياد فصار في علينا علامات استفهام علامات استفهام انه مثلا انا كانت من عمري شيء 18 سنه لما تعرفت على زياد كنت روح فصار في صرت انسال انه شو عم تروح تعمل يعني اوعك بفترة ما يقوم يعلمك عشان يعني اذا بدك هاي كلمة بسيطة مختصرة انه بهذيك الفترة اخذنا مخزون من الاخلاق ومن العلاقة مع الناس الجدية والجيدة قد كل شيء في مدارس حقيقة يعني التجربة مع زياد بهذيك ال مع عماد موسى عندي شغلة شاب فحرنا هلا شايفه بالكنترول بحشش على البسرول تحديدا عندي ما بتقدر ولا ضبطة لا الضابطة العدلية ولا الشرطة القضائية توقفه لأنه مسموح البسترول هلا قطعوا البسترول بنفس الاتجاه لأنه الإدمان عليه خطر طلع شو في المادة اللي فيه البسترول في ثبت إنه الإدمان أول شيء إنه يعني علميا اللي بعرفه أنا إنه بيقعد بالكبد فترة طويلة مثل بيشبه الكحول ما بيصرف الجسم بسرعه بيصرف النظر عن فعاليته القويه غير طبيعيه هو موصوف مبدئيا لوجع العضلات الفوقيه الجزء الفوقاني من الجسم فبتحول لانه قنينه كبيره مع اثنين بسرول تعطي شيء صنف جديد من الخلطه ما بيعرفها الا من اللي مجربها يعني مع عماد موسى بدي أقول شيء لا أنا ضد أي تدخل بالحياة الشخصية لو كان شخصية مشهورة أو فنان هذا بالنتيجة رامبو أو بودلير أو كل العظمة بالتاريخ في كتار حششوا أو ما حششوا بالنتيجة ما في ولا أي نقد على تأثير الحشيشي على إنتاجه مجتمعات أخلاقية نحن مجتمعات دينية أخلاقية يعني المقاييس هون إذا انبسطت زيادة ممكن تكون أنت عاهر لانه انا ضد هال مبسوط وحدك يعني انه ممنوع تتدخل بالاشياء الخاصه الانسان لما بيكون طارح نموذج فكري اهم شيء يطبقه على حاله يعني اذا انت عم تطرح كل شيء في اخلاق بالدنيا وعم تطرح كل شيء في التزام وكل شيء وانت عكس هيك يعني بصير في شك حول ما له وجد هذه ما لها علاقه قصص لا الجمال الجمال غير الالتزام الفكري والاجتماعي انت عم تعمل شيء جميل ما له خص إذا كان عم ينحت واحد منحوتي وشو بدك يعمل حر هو أنا أشوف شغله الجميل بس زياد مش هون زياد مش بس عم يطرح موسيقى أنت يمكن عم تقصد شي تاني زياد عم يطرح شي تاني عم تقصد شي تاني أنت عم تقصد إنه زياد تحول لمثال خاصة بالنسبة للشباب يعني يمكن مشان هيك صعدت هالتساؤلات حوله أهمية زياد بهالثقة بينه وبين الناس وبس ما في شيء تاني إلا الناس توسق فيه يعني هل هالشغلة بقى نحكي يعني رضوان بدك تقول شيء أنا منيح خبري طيب يعني. ما فيش إلا بس بدك تعرف ليه بتوسق فيه ما هون المشكلة لأنه الحكي هو ذاته كله يعني لا لأنه العاهرة أنا لك لا يعني الراهبي والمومس بيحكوا نفس الحديث عن الأخلاق عادة صحيح بس والحزب الأقصى اليمين وأقصى اليسار بيحكوا عن العدالة تصور أنت متصور حزب ضد العدالة الاجتماعية مثلا يطلع ببرنامج ويقول انه نحن ضد العدالة الاجتماعية شو بدك تقول له مظبوط بس لما اذا قالها بتصدق انت لا بتقول له لا يا خليك الله يرضى عليك خليك مع العدالة الاجتماعية واعمل اللي بدك اياه يعني اعمل عكسها بس ما تحكي هالحكي يعني مش طبيعية رضوان حمزة بدك تقول شيء معلش لا بس بدي اوضح شغلة بمسألة المشروب انه زياد عنده وجهة نظر بالمجتمع وبالحياة وبالفن عم نحكي كنا على الحشيشة اوكي بهاي بدي اقوله انه الناس عادة احيانا وغالبا ما تفسر المسائل على غاربة انه المشروب هو السبب بالشيء اللي بيقوله زياد ببعض المحلات صح. انا برأيي هاي المشكلة الخطيرة بكل هذه المسألة زياد ما تغير من وقت ما بلش لهلا زياد اتطور ومش المشروب هو اساسي بحياته المجتمع هو اساسي بحياته والواقع هو اساسي يعني انا اذا بدنا نحكي مفروض اذا بتحكي تاريخيا اخر اعمال تساوت كنت بذروة الشربة يعني من العاصي اذا معنا حدا بده يحكي موسيقيا او بما انه عبسطتها هو اللي تساوي او اللي قلناه اثناء كنا بالكير بالمستشفى اثناء حرب النسان كنا عم ندس على الهاتف يعني كنا وقتها مقطوعين كليا منع بيت اي نقطه يعني بذروه
المفروض تكون كل جسمك عم يرقص راس، يعني مش معود في تركيبة ميتابوليزم كاملة. التفكير اساسا الدماغ بكون مش مظبوط. هو الشرب شيء يعني عملوا صورة دماغ متغير شكله كان، عرفت كيف علميا يعني. هو بدي اسأل شغلي، كل واحد بيشرب اصلا عنده بيبقى نظرية معينة بانه بفلسف الاشياء او بيلاقي لها مبرر او بيلاقي لها شغلة هيك او بترد على حاجة يعني مثل اي دخان او مثل اي واحد مدمن على شيء ببررها دائما. طيب شو علاقتك يعني ما في حكيم بدخن ما نعني عن السيجارة يعني ضمنا مش معترف بكل البحوث اللي بيقول بتقول انه سرطان صدر ثلاث ارباعه سيجاره. ايه هلا انت ملاقي المبررات كنت؟ انا لا، بس شغلتي لا استمر بالشرب، شو بدك يكون عندك شيء منطق تجاوب فيه. ايه بس قبل هي حاجه مش هيك زياد، انه انت بفتكر في عندك توتر عالي. توتر عالي عم بيتحول مركزيا وين في نقطة ضعف بجسمك بيتحول على طب انسان بيعمله وجع راس، انسان بخلبة الجهاز الهضمي عنده. انا من الفوج الثاني الجهاز الهضمي. ايه طيب والكحول كانت عم تحل لك مشكلة بالمحل. سيارة هيدا الفوج الثاني. والكحول كانت عم تحل لك مشكلة فيها فورا ايه بعدين صارت مش فورا. ما هذا الادمان بصير انه الكمية مثل اللي بيتعود على دواء بيغيروا له اياه بعد فترة، لانه بيتعود عليه من بعد ما يقدموا عليه كفو ويثبتوا انه ادمن عليه. بصير غير فعال يعني بيقطعوا النتيجة الكمية اللي ممكن تنعطى اللي معقول تعمل تسمم، فبيفضلوا ينقلوا على دواء تاني كمان مشان الفعالية فبيبلش من بيتي جاردان على دواء تاني كمان لا يدمن عليه بغيروا عدوى تالي. اكيد هو المشاكل الصحية يعني بدي اقول انه مش اكيد مش مبرر نفسي عم يصير عضوي هو اللي عم يخليك انه كانت تطلب الكحول، مبرر لطلب الكحول يعني. انا ما بعرف اذا بدي الخص لك اياها لتشوفي علاقتي بالشرب كيف. اي احسن. انه وصلت لمراحل انه الساعة 6 على بكرة عم بستقبل طبعا نهار جديد. شو بيعمل الواحد ستة بكرة؟ بيشرب حليب فرش سنانه بيستقبل نهار جديد خاصة إذا الأمور هيك ميسرة وكلها. فإنه كنت أول عار تحسه هو الكوع الشمال تبع المصران يعني الغليظة اللي فتنا بأشياء بشعة، بس هي يعني شغلة سخيفة جدا فيها تنكد لي كل حياتك على فكرة. هذا المرض بالذات هذا المرض بيجمع أكثر من حكيم إنه بيرافقك كل حياتي، بس فيك تكوني اكيد انه مش هو اللي بيقتلك. بس بعد ما لقيه له مثل الرشح يعني من الامراض البسيطه واللي قد ما بسيطه دائمه مش عم يلاقوا لها علاج. بتنق طول الوقت يعني بس اكيد رح يطلع حلها كتير بسيط كمان. طيب يعني اخر دواء طلع عن مصران الغليظ احدث واحد طلع هو اسانس الزيت تبع النعنع. يعني النعنع اللي بيصوب الضيعنا اسمه كولبرمين الدواء بالعلامة، هذا اخر شيء وصلوا له. ما فيش مركب بس موجود من مؤلف من زيت مكثف طبعا النعنع، وعنده مشكله بس انه بيعمل حرق. بيعمل حرق بالمعده فعلا. النعنع رقبية اذا اكلتي كثير نعنع بيعمل حرق. بدي اسال طيب زياد، من بعد ما عملت فتره علاج شفائي من مشان تخلص من الكحول، طيب هيدي الاعراض ضلت عندك بعدين وقت اللي وقفت؟ لانه انت وقفت. انا بعرف انا مشيت معهم خطوه للي عم بيقترحوا وما تغير شيء. كان تاكدت نظريتهم انه هذا ما بيشفى المصرح. بالدليل هلا عم ناخذ حبه لإله اقوى من اللزوم كمان لانه بغياب الكحول اللي هو موقف انت من نيسان 96. ايوه. طب كنت عم تقول انت انه عم توقف مشان ترجع تبلش، ناوي ترجع تبلش؟ لك يكون نفضه معك سياره قد ما تكون قويه بدك تنفضيها من وقت لوقت. علاقتك بالادويه يمكن بينت بواحد من الكليبات، انه هلا عم تنظر عن الادويه وعن هذا بواحد من الكليبات. ما عم نظر، عندي خبره منيح فيها. ايه حتى بفيلم امير الطويل. اذا حاسس شيء بقدر افيدك اوصف لك. مش طول موضوع، لا ما في اوصف، بتصل بحكيم بيوصف حولك يعني طب عائلي. ما بيصير هون هوس بالادويه او هاجس بالادويه؟ انا اساسا بقرا، بشتري الدواء بقرا مبلش من اخر الورقه يعني من الاعراض الجانبيه او غير مرغوب فيها او الاعراض المضاده يعني لمفعوله الموصوف له عاده، بسكر وبلفه وبرجع برده على الفرمشيه. اذا مش فرمشيه اللي شاريها منه ما ردها، بفرمشيه البيت يعني. فبتكسر عندي مكتبة أدوية إذا بدك، مش مستعمل منها شيء.
لانه اذا عندك فكره باللي بيشرب وبيشرب وبيموتوا رعبه من الادويه. نعم تعطي ما اللي بتسميه فعلا شريبه يعني انه انيني وما فوق يعني. في مثل مش شريبه المناسبات عرفت كيف؟ سهل انه اربع كشات ورا بعضهم بعدين بتسمع اصوات جاي من مصدر غير غرفه وبيختفي الزلمه. في مثل بيقول اذا عرفت اذا عرف الداء سهل الدواء. هلا بدنا نعرف انه هلا هل في شيء كمان هلا طالع علميا انه راجع كل هاي القصص اللي عم يكتشفوها الاطباء راجعه انه بيقولوا لك نفسيتك شو بها يعني وضعك كيف هو يعني صح. اذا انت اخذت كذا دواء وسمعت نشرة اخبار مثلا او سمعت تصريح شو بيصير او شفت احد مثلا وانا بتصور لك علاقه كثير بعض الوزراء بعتقد انه يعني مشكلتك الحقيقيه مش قصة يعني مرض صحي لا قصة صحية فين يكون اخذ كل العلاج اللي هلا مطلوب مني اللي هو علاج مبسط يعني واذا بشوفه هلا بعد شوي بنعرف اذا تملكنا اعصابنا ما نسميه يعني بس هو بينشاف ليلي يعني صعب ما تشوفه نعم ايه ومنه الحريري الرئيس طبعا الحريري لا لانه هلا عم بتفكر الحريري لا بنحذرهم من هو راح يعني اكيد حذروه كله بعرفش في اوجاع محدده يعني بتربح في الحال في مشكلته الوحيده بين كل الشعب اللبناني مشكلته الوحيده انه معه مصاري يعني راح يموت ليش الحريري معه اكثر منه بس هاي من وقع الخلاف والحد وبيبصر عندي حشريه اعرف شو بيبصر وبنومه كيف باي اوضاع بشوف الحريري بكل حال انت معالج هالموضوع بحلقه من حلقات بعدنا طيبين قول الله قول الله انت انا عم بقول خلص من وقت ما عرفنا انه في معك لقاء نحن عم نقول الله ففي انت قايل له بدك طبيب بيطبب بلدان مش بيطبب شاف فانت بدك تشوف طبيب بيطبب بلدان انا مره الدكتور منير شماع يعني معروف الحكيم قال لي وصفت له مجموعه عوارض وقف هيك بنص الاوضه قال لي هلا انت شو عم تحكيني سياسي ولا عم بسالك عن مصرانك قلت له لا انه بصير مثلا بعد كل هالعمر يطلع واحد غورباتشيف يقرينا ثلاث اربع كتب وطلعنا بلشنا نصرح انه هذا لينين الجديد كمان قلناها هيدي بصير انه هذا البعيد انه يطلع مثلا خبرية عنه انه يهودي مدري شو طلع له شمية انه عم يجربوا يشيلوا له اياها ويساعدوه موحى مع اوروبا كان يعني مقصد وجوده او خربها بكل بساطة هيك عميل ممكن او انه ساذج لهالدرجه ممكن اذكى من هيك دوره مريب كان يعني بهالقصه ولم يزل يعني بعد ما انحسم الجدل ايه بعد ما انحسم بس الكاجيبي مش بعدها شغال هي نفس نظريه المؤامره للي بده يطلع نهار تقرير من هو هذا غورباتشيف يعني هلا عم بيعلقوا له جوائز ويبرم ومسالم وانه بيعمل نشاطات وتاتشر وبوش وكذا بس انه في روس مش ناسلينه اياها طيب الضباط بالتحديد مش ناسيين له اياها يعني طيب نحن هلا ليه صرنا هون نحن؟ انتم المفروض هون عم تديرينا نديركم ايه لا ما طلعت من الموضوع يعني بعدنا عم نحكي عن مرة. اسباب الواحد ليش هذا الزمن اللي بشوفه ليليه كيف حالته؟ مش كيف حال بدي كنت اسال اكيد مساعد خفف ان كان كحول او ادويه اذا ما بشوفه ليليه شو هي الاوجاع اللي بيسبب لك اياها؟ بشرفي وبمبدأي إيه؟ ومين بدك وحياة خيي يعني خيي المريض انه هذا عنده شيء بحب بشعر انه عنده شيء تجاهي شخصي مع انه بيحكي الشعب اللبناني بكا كله بنكون اربعة خمسة بالاوضة بيظهروا بكفوا نشاطاتهم انا يعني بصير شيء يفرق لي شيء له لحظة هلا بيجي بتأخر بفوت بجرب اتمدى بحس انه ما حدا تأذى الا انا معناتها مقصدني يعني أوكي. عندي اثبات بقدر اثبت انه مقصدني طيب اذا بيرضى يجي معي عند الحكيم ينقي اي حكيم بقول له انه هذا اذا بيعمل هيك معقول يكون هو له تاثير على صحتي ولا لا شو هو الاشي اللي بيقوله هو شو هو الشيء بالضبط اللي بيدق لك على اعصابك فيه؟ كثير مثلا ما هو انا ليش عم بحضره كل ليله؟ في قطف التلفزيون بس عم بحضره كل ليله لاتعبى مزبوط يعني لاكون جاهز مزبوط لحب الوطن لا لأول مناسبة لنعرف كيف بدنا شو نعمل بربه يعني وقاعد يخوفنا كمان من وقت لوقت وهو يعني ضل يعني شو بدنا نحكي هلا هو احدى اغلاط من احدى اغلاط القوات هو
احد اغلاط القوات. بس هون بتطلعي بنتيجه لوحة بسيطه، يعني انه الحاله المرضيه بيصمموا اللي عند زياد بيصمموا القوات منا حالي منا حالي جسديه. لانه هذا النتيجه اللي طلعناها بالاخر. وبيشرب مش لانه هو كشخص بيحب الشرب، بيشرب لي لانه في شيء ثاني. ايه بيطير لك اياه يعني راسه، بس هو بيطير لك اياه. على كل حال هلا في عنا وقفه مع الاعلان وبندعي المستمعين. نحن بالموضوع خطر هلا، ممكن حدا يستفيد من الاعلان يعمل شيء. نحن بدنا ندعي، خلينا نتابع دغري قبل ما حدا يبلش يعمل ما اتصالات. ما فينا يعني نفتح الاتصالات هلا لنسأل نسال مطلع. انا مش فارقه معي على كل حال. على كل حال تحملوا مسؤوليه الاذاعه، بتحمل مسؤوليه كل شيء عم يمروا عليه، وهيك متفقين. ومرخصه هيدا. انا برايي بعد جهد جهيد ترخص. صار لها سنه هلا نيفي قريبا حتى بس اذا بدنا نعرف ليه رخصوا لك. انا اذا وقفه مع الاعلان، ونحن ندعي المستمعين انه اذا في عندهم اي اسئله على هذا الموضوع هذا المحور يتفضلوا يتصلوا فينا وما يحذرونا شيء. وما يحذرونا شيء اكيد. بعدنا بلقاء مفتوح مع زياد الرحباني، وعلى ما يبدو بلشت الاتصالات. الو الو الو. نعم يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ناصر عبد الله عم يحكي. اهلا مسيو عبد الله. منين خي؟ انا من بيروت عم بحكي. مش من المدن. لا اوكي، مش من المدن، بعيد عن المدن كثير. يمكن بس قبل ما احكي قبل ما اسال الاستاذ زياد سؤال، بس في ملاحظه هيك كنت بدي اقولها، انه يا ريت كان هذا الحوار شامل، يعني اكثر شوي عن زياد واعمال زياد قبل ما يكون عن مرض زياد وادمان زياد. يعني انا السؤال يعني كنت بدي اساله، انه مين اللي حرض زياد الرحباني على الاقلاع عن المشروب وعن الادمان على الكحول وغيره؟ هل انه زياد الرحباني شايف حاله انه بعد قادر يعطي كثير؟ في بعد في قدامه؟ ايه لا، في بضل في عقل الواحد، بضل لازم يكون واحد في عقل. إيه لا، انا وقفت وحدي لانه كنت عم بعزف بمطعم اسمه كيك لاب بال 95 مع فرقه، يعني اربع خمس شباب موسيقى، خفيت بتاني دقه فاجا راسي على خمس ست نوت اكثر عاده، يعني بصيب اكثر من على السريع. فسالني في عازف باس امريكاني ختيار، يعني عيد عليه هيك مناظر، يعني لانه مش غريبه، عرفتي باجواء موسيقيه مش غريبه، يعني خاصه العزف بالليل وهيك يعني. فسالني شو هو هالاكور بالضبط اللي ضاربه انت، يعني اكور عباره عن مجموعه نوتات مع بعضها هرمونيه. قال لي ممتاز هالاكور، عم بيمزح هو طبعا، يعني عم بيوعيني بطريقه انه هذا اكور لالحقك عليه، لعارف انه مش موجود عندي على الورقه هذا اللي ضاربه هلا براسه. ايه فحسيت شو يعني، كان المطعم متلان يعني. طيب في شغله قررت بساعتها، قررت وقف شرب بدون اي استشاره كمان، وكانت خاطئه كثير لانه يعني ما بتنعمل بلا رقابه. حاولت اسبوعين بالبيت بلا رقابه. قال لي حكيم بيعرفني انه شو عم تعمل، من صوتي على التليفون قال لي شو عم تعمل، قلت له مش قادر اوصل لعندك. هو بالضروب الثاني قال لي ليه، من هون لهون. قال لي طب انا جاي لعندك، شايف منظري كيف. قال لي مستشفى دغري حبيبي، مين قال لك انه انت وحدك فيك تنزل من قنيني وثلاث ارباع بالنهار لا مثلا ثلاثه او اربع كاسات؟ انا مبسوط بحالي انه جبروت قادر. انا قال لي عرضها لاي اتاك كاردياك، يعني انت لمعلوماتك انه لتشوف قديش المشروب بدنج الجسم يعني. هلا يمكن استاذ زياد بس انه ممكن يكون كمان الناس اللي بحبوك حرضوا على طريقه غير مباشره على الاقلاع على المشروب، لانه كانوا ناطرين منك شيء كثير وبعدهم ما زالوا ناطرين منك. ممكن انا شخصيا ما اجاني شيء مباشر من الناس يعني، بس ما حيجيك لانه يمكن ما عم ينسمح انه يجيك شيء مباشره. من مين؟ بس في شغله بس يا ريت بعدين ترجع توضحها استاذ زياد، بين علاقتك انت وسامي حواط. هلا هلا هذا مش لا محل يا ريت. انا عم بقول لك انه هيدا خارج الموضوع، بس يا ريت انه توضحها بنهايه الحلقه. مسيو عبد الله بدي لك شيء، انه نحن نوضح له بسرعه يعني، لانه خلينا نحصر بمحاور. على كل حال بس كنت انت حضرتك قلت باول الاتصال تبعك انه يا ريت كان المحاور اكثر من المحور المطروح، فالمحاور كثيره بطمنك وحيجي جواب على كل الاسئله بمحاور اخرى. فينا بركي ما عاد فكر انه عم نقطفه، بركي فكر انه عم نقطفه. لا 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 لا، طيب اوكي بدي لا على كل حال. لا لك يا بكلمتين، سامي حواط يعني
زميل اشتغل معنا بمرحلة طويلة من الشغل ووصل لمحل انه شاف انه عنده مجال ينطلق بشكل مستقل منيح؟ منيح. وهو قرر طريقه يعني. وبعدين بعتبر انه اشتغل شغلة مهمة هي شريط انا مش كافي. بكل اللي اشتغلنا بذكره تحديدا لا كممثل ولا كشيء تاني، مع انه ساعدنا بكتير اشياء بالكورس وبتحضير الحفلات الموسيقية وبظهور بعدة حفلات كونسيرات موسيقية. وذروة ما سوى يعني معنا هو شريط انا مش كافي. يعني هي من ضمن الاشاعات، بتعرفوا اكثر من هيك؟ لا لا ما حاعرف شيء، بس انه انا عم بقول لك لانه يمكن من ضمن الاشاعات اللي كانوا يقولوا عن زياد مدمن، صاروا كمان هاي الاشاعات يقولوا بعد انا مش كافر طلعت هاي الخلافات بين سامح عواد وزياد الرحباني. بسبب ادمان؟ لا لا لا، يعني بعد الكاسات انا مش كافر صار في شويه خلافات، هاي اللي عم ينحكى يعني مثل الاشاعات الثانيه اللي كانت عم تنحكى عن زياد. ايه لا، صار خلافات على اشياء، طبعا اشياء من نوع انه غلط تتغنى انا مش كافر بمطعم لناس عم بيرقصوا. بس كان هالزلمة مضطر يعتاش كمان، جربنا نتفهمه. شكرا على التوضيح. ايه عفوا على السؤال. لا لا لا، سؤالك في محله يعني. شكرا لك، يعطيكم العافية. الله يعافيك. في معنا اتصال تاني. الو الو الو. نعم، صباح الخير. صباح النور. تحب وجه تحية لزياد الرحباني وللموجودين. اهلا وسهلا. بس بالنسبة للموضوع الادمان كان تحشيش او الشرب، بالفعل اللي بيحكى من نزل سرور وبالنسبه لبكره شو بأكد هالشيء يعني. عفوا لحظه بس، يا ريت بتقول اسمك. مسمعني طوني داوود. اهلا مسيو داوود. انا في الكوره. اهلا وسهلا. اذا تفضل. بالنسبه لمسرحيه زياد الرحباني الاولى نزل سرور وبالنسبه لبكره شو، بعتقد انه اللي ما بيعرفوا الفنان زياد الرحباني ممكن يقول انه هالانسان حشاشه. وانا سمعت بعض اصدقاء يعني بس يسمعوه عم بيقولوا لي انه زياد ما عم بيمثل، عم بيعيش شخصيته. مسيو توني، مسيو توني معلش حقطعك مره ثانيه، ما تواخذني بس بدك توطي صوت الراديو حدك لانه عم يشوش على الاتصال. مش الحال هيك؟ ايوه. الو مش الحال؟ مش الحال. معلوم. اوكي، بس بعتقد انه هالاشخاص هول ما حاضرين يمكن شيء فاشل. بعتقد يعني اللي بيحضر مسرحيه شيء فاشل بعتقد انه صح كل هالفكره هيك مرات. صح، لانه غير شخصيه بالمره. مختلفه نهائيا، حتى فيلم امريكي طويل قريب على شخصيه نزل سرور. يعني فيها نوع من الهلوسه او شيء. هلوسه سبب حبوب كان طبعا. اكيد انه اخذ دور مجنون مثلا. ايه، وفي مع مجموعه مخرج. علاجات يعني عم تنعطى. سوري ما سمعت؟ مع مجموعه علاجات عم تنعطى. اكيد يعني. يعني في كرايز مفاجئ او همدان مفاجئ. بقى في ناس كانوا يقولوا انه هذا هو زياد الرحباني عم بيعيش شخصيته او عم بيعيش حياته مع المسرح. ممنونك على تحديدك شيء فاشل، لانه شيء فاشل. اكيد شيء فاشل، انا بعتبره عظيم كثير يعني شخصيه. لا لانه شخص ما بيهدى ولا تكي يعني، وما يعني بالفعل وانسان مؤلف مسرحي ومخرج. على فكره اكثر شخصيه بتشبهني هي شيء مخرج شيء فاشل اللي هو نور، والضابط للعبنان يعني. اكيد كمان هلا بعد ما وصلت لها يعني هذه جديده كمان كثير. شخصيتي الحقيقيه بالحياه يعني. طبعا. مش البراده تبع زكريا يعني. فأكيد يعني انه البرود بهذيك المسرحيات كانت بتمنى اكون بارد يعني. بتمنى اكون بارد مثله لانه بوفر على حالي كثير اعصاب وقصص اكيد بقدر اتحمل هذا اللي مش عم بتحمله مثلا كنت. طيب هلا في مجال باش نسال السؤال، انه هل غيابك سنتين الماضيه كان بسبب العلاج ام لا 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 بعدك متوقع؟ لا، في اشياء يعني سويناها رح تبين. اخذت وقت اساسا إذا بتحسب لنا من 83 لل 93 كم سنة غبنا مثلا، شو كنا عم نعمل فكرة؟ ما هو أكيد مش متوقعين منك كل جمعة وجمعتين. لا، في أشياء يعني كتير ما بتنزل على السوق ولا بتنمضى يعني. موجود أعمال كتير لا مطبوعة، من موسيقى مسلسلات يعني لموسيقى ألحان بالسر ما قلنا عين نقول يعني. الملحن بيكون حابب إنه يذكر اسمك، نترجاه ما يقول يعني بسبب لأسباب معيشية يعني وزنقة يعني. طيب اعمال مسرحيه مثلا او كاسات خاص، وبعدين في اشي عم تتحضر انه كمان رح ترجع تسمعها. وبعدين في ناس مش غزيرين قد ناس، في ناس في مؤلفين في مؤلفين مسرحيين بيكونوا عندهم مسرحيه عم تنعرض وحاضره اللي بعدها، وعنده برنامج اذاعي وعنده مسلسل تلفزيوني. مش ضروري تقيس بالعدد القصص كمان. طيب سؤال صغير بس، بالنسبه للشعر اللي قاله خالد الهبر، هل في مش شعر هذا نشيد؟ طيب هل في امل انه ينزل مثلا يتلحق؟ ايه ما طبعا طبعا، هو وغيره في نشيد تاني بدها تغنيه فيروز كمان غير كلام. كثير حلو.
اوكي. ونشيد ثالث ممكن نغنيه نحن مجموعه يعني. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا كثير. في عنا اتصال كمان ثالث. الو 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 نعم مرحبا. مرحبتين. يا ريت بس بتوطي صوت الراديو اذا بتريدي. قطعت. اها لكن مشوش الخط منه لوحده من غير راديو. من بعيد. اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك ترين. اهلا ستريز. بحكي من هوني. اهلا وسهلا. هاي خبريتك. قبل ما احكي زياد بدي انكم لصوت الشعب ممنونين عيونكم على هالانجاز. يعني المهم تستاهلوا وسام الشرف لانه اليوم سمعتونا صوت زياد. الله يخليك. زياد زياد كيفك؟ الحمد لله. انت كيفك؟ هيئتك تعبانه اكثر مني بس بس انا بسمت قوتي وعملي. لا روي روي معك وقت منك. معي وقت بعرف نقطه صار لي سنين عم بحلم احكي معك. خلي ليك. بدي اقول لك انه على موضوع الشرب والادمان وكل هاللي عم ينحكى، اذا انت يا زياد مدمن وبتشرب وبتحشش وبتدخن واعطيك كل اللي اعطيته، ما بدي اسمي ابداع وعبقريه ما بتحبن هاو، بدي اقول فكر وصدق وقيم، اذا هيدا هو نتيجه المخدرات والادمان والتحشيش والمطفي وما عارف شو بكفي هيك. فليكن. وانا بدي اقول لك شغلي انه انت هالانسان يلي قاعد ما حدا بيسمعك وبيشوفك الا قليل، انت لازم تكون عم تتدرس بمدارس هالبلد لانه ما حدا عنده فكرك وما حدا عنده الشيء اللي انت عندك اياه. قولي له. شو بدي اقول لهم؟ قولي له قولي له للحكيم اللي عم بيحكمني قولي له. حكيم؟ مش فاضي. قلت له يسمع الحلقه مش فاضي يسمعها كمان. قلت له هاي بتلخص كثير اشياء يا ريت بيسمعك بس بقى. على كل رح سجل له اياها وسجل حديثك خصوصي لسمعه اياها لانه قال لي ما بيصدقني. زياد انا بقول له شو جاب لجاب؟ بقول لي لا جاب له. مين قال لك شو جاب لجاب؟ في صور بتحكي. زياد ايه عيني نحن بنحبك. ليش انا شو ليش انا شو فكرتيني؟ لا فعلا حديثك رح اقول له اياه يعني بنقول له اياه على وسائل. اذا ما عنده كاسات بنقول له اياه دات، اذا ما عنده دات بنقول له فينا ننزله نستعمله حديثي كاسات. ممنوني كثير لانه انا ما بدي يعني بلش صوتي يرجف لانه ما بدي خبص بالحكي. بعرفك ما بتحب ما عم بحكي انا مجامله. انا كل شيء بعرف انه حامل الرايه. يعني اول شيء انا رضعت اولادي الحليب. ايه بحبوك يا زياد. الله يخليكي. وبمين بقدر اثر وبمين بقدر عمين بقدر بموت؟ هلا كل ما عم بتطولي وعم تحرجيني عم بيقول له الكلمات اللي في يقول لك اياهم. انا ما بدي تقول لي شيء. انا كان عندي حلم اني اقدر احكيك يوما ما واقول لك انا في عندي ظرف خاص لا اقدر استمر بسمعك كل يوم كل نهار وكيف ما مشيت وين ما رحت لانه بحس بعد في الامل وانه هيدا الانسان هو اللي لازم. قلت لك شو؟ قلت لك لازم تتدرس انت. اذا فيك تعطي عنوانك للاذاعه يمكن نامن لك اشياء ما منا نازله على السوق. هي اكثر بكثير من اللي نازله. انا حكيت مره مع كارمن. ايه وترجيتها قلت لها انا قبل ما اموت عندي حلم. شو زياد عندي حلم ساعد ما بعرف شو ساعد بشيء يكون مش هالقد عويصه القصه. ان كمان هذه من احدى الاشاعات غير الكحول انه بعرف انه ما حدا بيشوفني. انا يعني كنت عم بس على هالشيء بس بتحس انه ما بدي اكون انا عم بفرض حالي بس بتمنى عندي حلم شوفك عندي حلم ساعد بشيء معك باسبوع الجاي اذا بدك. ايه هلا بحكي مع رندا تحت الهواء. ايوه وبشوف كيف بدنا ننسقها. اذا بتدلينا بنعرف نوصل على غير هذا الاداء او اتروا اذا عملوه ما بعرف هذا بيضيع اذا عملوه. اذا بعد على طريق عام في شيء بيذكر بمحلات ثابته بنجي لعندك كمان. زياد انا ما بعرفيني احكي كثير. نعم شو بتشوفي؟ مش مثل لغيري بس يعني هيدي اليوم امنيه او حلم قدرت حققته انه احكيك. خليك. شكرا شكرا. اتصال مثل اتصالك بكفي زوادي يعني لنهار. لا مش زوادي لنهار هذا يعني دفع لكل شيء. في نقد اوقات حائد بلا طعم. اذا ست تريز حتترك عنوانها مع مهندس الصوت. وفي عنا اتصال بعد. الو الو نعم الو. هلا انقطع الخط. هلا انا على الخط.
اذا رح ننتقل هلا لمحور تاني مع زياد. البيان اللي اصدرته بذكرى جيفار، مع انه بتعرف مش هين الواحد يطلع من حكي هالقد في صدق وفي حنان، يعني شيء عن جد بيأثر الناس اللي مثل الست اللي اتصلت هلا. مهم، البيان اللي اصدرته بذكرى جيفارا كان موقع مبين بتوقيع تلميذ لينين. بالنسبه لزياد، مين هو استاذك لينين؟ مش بالنسبه لي، هو شو هو؟ هو شو هو؟ بالنسبه لكل اللي بيعتقدوا فيه، هو ابسط انسان، يعني قدر اول واحد نقل النظريه ونقضها بنفس الوقت، يعني يمكن ما يعرفوا العالم هالشيء، يعني انه هو طبعا ربع على قراءة الماركسية، بس وقت اجى يطبقها اضطر ينقض كتير اشياء فيها، لانه ماركس كان يتوقع انه اول ثورة تحول من الرأسمالية المتطورة هو حكما مصيره الرأسمالية المتطورة تروح على الاشتراكية، طبعا ضمن منطقه هو. هلا ما فينا نفوت فيه كله، نصير نستعمل كلمات بالضبط. لازم قلك انه هالشي الرئيسي بالحياة، انه اقدر اتوصل يوما ما اعمل كتاب صغير عن ماركسي، اذا قريه واحد بالسيرتيفيكا يعني يقدر يفهم شو قصده. ايه تبسيط الماركسية، ايه مش ضروري يعمل 4 سنين اقتصاد عطم بيتهول عليهم، يعني رأس المال هو اول انسان بعد الثورة الفرنسية اللي طالبت بشكل كتير عفوي وصادق بحقوق معينة، بس ما قدرت حتى تثبت يعني انه هيدي بحق لها اياها الا بالقوة، يعني لا ما نرد على الثورة إلا لأنها كانت قوية. قدرت تحصل، بس ما قدرت تحط فورميلا، يعني كيف مركب الياس له فورميلا، كيف مركب البايجون له فورميلا. واحد إجا فجأة قعد على طاولة وركب كيف الاستغلال له فورميلا تنحسب، يعني مش إنه يا أخي ما بعرف مش عم كيف عم يستغلوني ما بعرف، إجا يقول له كيف إنه بحساب. وبعدين كل إكواسيون يعني بدأ فعلا واحد يكون مخلص وعمل سيانتيفيك كمان مش أدبي لا يفهم ماركسية. طب وكيف فهم الناس؟ على فكرة العالم يعني في نقطة ما بيعرفوها الناس، انه مش ضروري تكوني شيوعية لتكوني ماركسية. في كتير ماركسيين بالعالم الرأسمالي منهم شيوعيين، بس بيقولوا نحن ماركسيين لأنه كعلم انه مقتنعين بنظريته الاقتصاديه انها صحيحه. طيب وكنت عم تقول يعني وإن عايشين بنظام حر راسمالي، في مبادره فرديه، في تنافس، في كل المواصفات الحسنه تبع الانظمه اللي بتسمي حالها انه حره. بدي اقول لك يعني نقد ماركس باول شغله لانه قال بلد كتير مثقف مثل انجلترا قادر بسهوله بس يتمحور الراسمال، يعني الطبقة العاملة أساسا ببلد مثقف ومتطور، الطبقة العاملة أساسا مثقفة أكثر. والرأسمال بطبيعته هو على خط تاني بياكل بعضه، بيتجمع يعني بيصير شيء بسميه تروست بالفرنساوي أو هولدينج بيقولوا. تجمع شركات كبيرة. كل ما يقلوا الناس اللي مالكين هالثروه اللي موجودة ضد البلد بضمن البلد. معناتها حيزيدوا الناس اللي ضدهم او اللي براتهم، يعني التاجر الصغير بيروح والتاجر الاكبر شوي بيروح، تنحسر بتصير على بين 4-5 اشخاص سهل الانقضاض عليهم بسهوله. طيب لو معهم وصعب يكون بعده الجيش معهم بهيك حاله. هذا اللي بيفسره بكل بساطه ماركس، يعني اجى لينين على محل يعني معاكس تماما ببلد اول شيء زراعي بشكل رئيسي، وميز ماركس مميز العامل عن المزارع. يعني بدون ما يقصد انه في دونية، بس بيعبر انه طبيعة شغل المزارع مرتبطة كتير بالعوامل الطبيعية، وبالتالي بعلاقة انه ان شاء الله في ان شاء الله كتير بحياته انه الموسم يكون السنة، انه التأس يكون السنة، بيأثر على مجرى كل يعني سلعته اللي بيبيعها وبينتجها. فبيعتقد ماركس، وهي من الاشياء اللي بيوافق عليها يعني، انه دائما الطليعه مش بمعنى المثقفين الثوريين كمان او المفكرين الحزبيين،
انه الطليعة بين فئات الشعب هي عمال وبعدين فلاحين. عمال وبعدين فلاحين؟ ايه. لانه قادر يعني مش عاملهم درجتين بس صنفين في اولوية لا للعمال، لانه نعرضها للاتصال بالصناعة اللي هي فيها نوع من التكنولوجيا اعد من الزراعة. وعرضها ليشوفوا كل ميزات المدينة، وبالتحديد بيعمل اصناف جوات العمال، بيميز بعض العمال اوعى من غيرهم. وبيتهم بعض الفئة من العمال بالعمالة، يعني عرفتي كيف؟ مش كل عامل يعني ادمي. انه بروليتاريا يعني هذا مضمون نظيف 100%. يعني لسوء الحظ نحن بلد خدمات، يعني العمال عندنا مع انه ما بنسترجي نسب عامل، بدنا عامل يتحد مع عامل من غيمه عم فتش عليه، بس الجارسون اللي بسموه جارسون بالعالم بيعتقد لنين انه هو عائق او مستفيد بحال خسرت او ربحت الثورة، لانه عايش على مبدأ البخشيش، فما فيك تصنفيه. بجمعة بحس حاله برجوازي، وبجمعة بصير يحكي في اشتراكية منطرفة اذا البخشيش حسبهم باخر اسبوع اقل طلعوا بيتحول لثورة. هذا بيخوف وما بيبلش هو عادة. بس البخشيش ممكن يكون كمان دافع له مشان يشغل احسن، لا يشغل احسن ليصير برجوازي احسن. اللي إيه كل إنسان طموحه يصير برجوازي بالنهاية، بس إنه أفضل يكونوا كل الناس برجوازية، ما بيعودوا برجوازية. هاي مرقت بأول بداية البرنامج، توضيحات يعني إذا صرنا كلنا برجوازية ما صار فيك تلغي الاسم يعني. هون بتصور الماركسية أو اللينينية أو حيلا مذهب الأدي فلسفي سياسي، ومنه مذهب فردي، يعني منه اقتناع زياد الرحباني أو ده، بده يكون أو اقتناع أحزاب أو اقتناع أنظمة، يعني أنظمة بتعتمد هالشي. نحن قبل 2000 بـ3 سنين بعتقد ما فينا نقول ما عم تسقط الأنظمة واحد ورا التاني. ما بعرف إذا كوبا هو البلد المثالي أو الصين هلأ البلد المثالي للي ممكن تلاقي فيه انت مثال للبلد، كوريا الشمالية أو كوريا الشمالية وإيطاليا كمان ما بتشكيشي هالسقوط المتتابعة، ما ممكن وفرنسا كمان ما ممكن يغير لك قناعاتك أو بتحس إنه في خيانة. لا لا أبدا، لأن النظرية صحيحة، بدك تفتش ليش عم مش عم تزبط. طيب ما عم تتطبق ولا بمحل، يعني ما زبط التطبيق ولا بأي محل. لا لا قبل ما نفوت كفي لك عن لينين بشو ناقض بالتجربة مارس، وبنرجع على الحديث. لينين قلب القصة، ترك نفسي على الرأسمالية، ترك على الملكية الفردية. لا لا لينين عمل نفذ أول ثورة متبنية فكر ماركسي بأفقر بلد بالعالم، وقال بلد تطورا، وقال بلد سائفة. يعني في 1% بيقرأ وبيكتب كان مطرح ما بلش لنين. طيب عكس وين؟ انجلترا وقت اللي مشهورة بعرائتها بالديمقراطية لهلا، يعني ماركس كان بانجلترا فترة جزء كبير من حياته ودرس، ومبدئيا طلع لانه راسه كتير حسابي شبه جزم انه انجلترا اول بلد حيصير اشتراكي. ولاحظ لحديت هلا انجلترا نظام محير، يعني في ملكة ما معروف شو حلها من الأعراب بالضبط، وفي حكومة، حكومة عمال، حكومة محافظين، ما في حل وسط. وآخر شيء حتى لو بيجوا العمال يعني في نوع من هيك السلم الشبه متفق عليه، تعرف عليه تواطؤ بسبب ديمقراطيتهم فعلا، انه عندهم نوع من الديمقراطية. على كل حال احنا هذا النقاش حنتوسع فيه اكتر بعد موجز الاخبار.